نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية وتضاعف الأوجاع الإنسانية، انتشر الفقر المدقع وحل الجوع والعوز وتدهورت صحة الناس، وباتت مقولة الأولوية هي لتأمين خبزنا اليومي أكثر بكثير من الاهتمام بصحتنا الطبية. انطلاقاً من هذا الألم القاسي، اجتمعت جماعة عائلة النور لتقوم بدورها الاجتماعي والطبي، وقررت إنشاء مستوصفاً يحوي مختلف الاختصاصات الطبية. اتخذت الجمعية مكاناً لها في منطقة الدورة المكتظة بالسكان الأكثر احتياجاً وفقراً، وعمدت إلى تقسيم المركز طبياً ليستوعب حاجات المشروع. لأن طب العيون تفتقر إليه مستوصفات منطقة الدورة، ارتأت جماعة عائلة النور أن تضع هذا الاختصاص في صلب أولوياتها الطبية، فباشرت بالتجهيزات اللازمة لإنجاز المشروع الطبي وسعت لتأمين أطباء أكفاء، في حين شملت الاختصاصات الباقية الأذن، الأطفال، طب عام، قلب، جلد، الرئة، أمراض نسائية. تأخر افتتاح المستوصف نظراً لتردي الأوضاع في لبنان وما آلت إليه من قطع الطرقات الذي نتج عنه عدم وصول المواطنين إلى أماكن عملهم. بالرغم من الأوضاع الصعبة التي يشهدها لبنان، سيتم افتتاح المستوصف بالتزامن مع ميلاد السيد المسيح ليشهد على ميلاد الإنسانية من جديد وليعلن بشرى الخلاص للعائلات الموجوعة. سيشرع المستوصف أبوابه أمام المحتاجين بعد نشر خبر الافتتاح والإعلان عنه من خلال المستوصفات المحلية والرعاية والمدارس.